حتى نقدر نبتعد عن العنف اللي عم نشوفه، أسلم وأحسن وسيلة هي الثقافة. وزير الثقافة روني عريجي: الدولة منا عاطية الأهمية اللازمة لوزارة الثقافة. رئيس بلدية غزير الأنصل إبراهيم حداد: نحن بغزير عملنا أكبر مهرجانات ثقافية. رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالي: 7 سنين شغل وعملنا وجه حضاري لسن الفيل. المؤلف الموسيقي الياسر حباني: أنا عملت الشرق الأوسط فرنكوفوني، قد ما ورّت أغاني فرنساوي. نحات رودي رحمة: الحق علينا نحن كفنانين، ونقول للدولة عليك واجبك. ضيوف المنبر مع كريم الجميل الأربعة 9:30 المساء على الأو تي في. هالبرنامج برعاية زوان من هولندا.